النهضة والإسلام السياسي، قطيعة أم مناورة؟ معي لمناقشة هذا الموضوع نادية التركي، وأنا معي سامر خليوي. بالفعل تواجه حركات الإسلام السياسي في العالم العربي محنة مصيرية، أزمة بنيوية، محاصرة شعبيا من قبل فئات كبيرة من الشعب العربي التي الحقيقة تفاجأت بفشل التجربة الإسلامية في مصر وفي تونس، محاصرة إقليميا من قبل الدول المحورية العربية، محاصرة من قبل السلفية الجهادية التي تحاول اختطاف الحركة الإسلامية. السؤال الرئيسي الآن، يعني ما يجري في تونس مهم للغاية، مهم للغاية لأنها محاولة من قبل قائد الحركة راشد الغنوشي إنقاذ حركته من مصير ما حدث لجماعة الإخوان في مصر. هذه التحولات الفكرية، السبب الرئيسي لهذه التحولات هو محاولة لإنقاذ حركة النهضة. أنا أعتقد قراءة متواضعة تقول بأن السؤال الرئيسي لا يتعلق بمصداقية غنوشي. أنا لا أشك في مصداقية غنوشي، لأن تجربته ورحلته السياسية تدل على تدرج، تدل على نمو، تدل على نضج، تدل على عقلنة. المعضلة الرئيسية التي تواجه الشيخ راشد غنوشي هو إمكانية عقلنة حركة النهضة، دمقرطة حركة النهضة، لأن كوادر حركة النهضة متشعبة بالنصوص المطلقة، ليس لديها الوعي التاريخي الذي للقيادات وخاصة الشيخ غنوشي. ومن هنا يعني الجماعات الوسطى والكوادر يعني تشكل معضلة رئيسية لقيادة الغنوشي الذي الحقيقة تاريخه وحركته يعني تدل على نمو ونضج. ويمكن يعني هذا السؤال، سؤال التغيرات الفكرية والانتقال من الإسلام السياسي إلى الإسلام الديمقراطي، محاولة الحقيقة فصل الدعوي عن الإسلام مهمة جدا، ولكن تبقى قضية نظرية ما لم يتم التعامل معها من خلال مخاض سياسي واقتصادي واجتماعي. هي ليست مسألة احتفالية أو خطابية، مسألة جهاد ومسألة يعني كفاح اجتماعي وسياسي يمكن أن يأخذ وقتا طويلا، ويمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، ومنها يعني انشقاق حركة النهضة في المستقبل. وبالتالي نحن نرى إكمالا لكلامك دكتور فواز، نحن نرى الآن بداية الانشقاقات وبداية المعارضة لقرار الغنوشي داخل حركة النهضة وداخل جبهات كثيرة أو أجنحة كثيرة داخل النهضة. إضافة أنه الكل يعرف تماما خلال مسيرة الغنوشي ومسيرة النهضة البراغماتية العالية في اتخاذ القرارات. لا ننسى أنهم هم الآن متحالفين مع نداء تونس، وهم الآن يسندون نداء تونس، هذا الحزب الذي اتهموه بالعلمانية وكفروه، حتى وصل الأمر ببعض أطرافهم أن يكفروه. بالتالي نحن نرى تماما أن هذا الوضع وما أعلنه الغنوشي هو استجابة للضغوط التونسية الداخلية من اقتصادية، وأيضا الخوف من عواقب الإرهاب الذي الآن يدمر في تونس ويدمر في بنيتها ويحرمها من عوائد كثيرة جدا. أيضا ويمكن أن يكون هذا غريب جدا أن أطرحه في هذا البرنامج، أن السبب للقطيعة مع الإخوان هو الخلاف بين الغنوشي والقرضاوي. القرضاوي أبعد الغنوشي من رئاسة اتحاد علماء المسلمين بينما كان هو المرشح الأول، وفي آخر لحظة وجدد للقرضاوي، بينما خسر الغنوشي ما كان يأمل فيه في قيادة حركة الإخوان والتنظيم الدولي للإخوان في العالم العربي والعالم الإسلامي. نحن نعرف تماما الغنوشي أيضا علاقته مع تركيا وحاجته للدعم التركي، وبالتالي هو يتلمس سبيل أردوغان في ما قال عنه أردوغان العلمانية الأنجلوساكسونية وغيرها. هناك استجابة للضغوط خارجية كانت أم داخلية، ولكن ليست من عقيدة النهضة أن تصبح ديمقراطية بحتة.
يعني اسمح لي يعني اللي أنا أشوفه أنه حركة النهضة الآن تحاول أن تحافظ على مكتسباتها وتقلل من خسائرها تحاول أن تعيد إنتاج نفسها وتقدم نفس على أساس أنه هي حزب مدني ديمقراطي. الأكثر من ذلك أنه حتى هناك تصريحات يعني لأعضاء بجبهة حركة النهضة يعني كانت غريبة، يعني عندما تحدثوا وقالوا أنه لم تكن الآن خرجنا من سجن الإسلام السياسي ولم نكن ننتمي يوما إلى جماعة الأخوان المسلمين، وهذا غير صحيح طبعاً. نعم طبعا هذا غير صحيح، هو بنفسه أعلن نعم. في يونيو 2014 في حفل الحركة أنه أن الحزب على علاقة ولكنه استفاد، لو سمحت لي، استفاد غنوشي من التجربة المصرية لأنه لم يتح للإسلاميين أن يحكموا سوى كانت التجربة الوحيدة في مصر، وآلت إلى ما آلت عليه، هو قرأ ما حدث لمصر وحاول أن تجربته نعم نعم وحاول أن حتى يعني يعطي تطمينات محلية وإقليمية ودولية، واضطر أن يغير كثير من المفاهيم لدرجة أنه التساؤل عندما تتحول أنت إلى حزب مدني، وقالوا عندما سئل عن الدعوة قال هي نتركها للمجتمع المدني، وهذا علامة استفهام كبيرة. كيف لحركة من المفترض أن حركة النهضة أن ينبثق عنها حزب سياسي، لا أن تتحول هي كحركة دعوية إلى حزب سياسي. عندما سئلوا كيف ستكون الدعوة لم تكن هناك إجابة، لأنه تركت للمجتمع المدني. هل ستقوم الجوامع بذلك؟ هل ستقوم وزارة الأوقاف بذلك؟ هل ستقوم الإعلام بذلك؟ هذا هو السؤال. عفوا أريد التعقيب على كلامك يعني أنطلق منه. إذا الغنوشي أعلن مؤخرا أنه سيخرج من الشمولية، ما سمى أنه كانت الحركة أو حزبه يشمل الجانب السياسي، الجانب المؤسسات الخيرية، المساجد، المنظمات الاجتماعية، يعني أنتم كحركة الناس وثقوا بكم وكانت في برنامجكم الانتخابي أساسا هي الإصلاحات الاجتماعية والعمل عليها، العمل في إطار هذه المنظمات الخيرية هي التي فرشت الطريق أمام النهضة للوصول إلى الحكم. الآن النهضة عندما رأت أن مصلحتها سياسيا تتناقض مع هذا جاء هذا الإعلان مؤخرا. وأعود إلى النهضة منذ بداية يعني منذ بدايتها منذ استقالة حكومة أجبالي، في كل مرحلة عندما تصل النهضة إلى موقف حساس أو ترى مواجهة حادة تتخوف وتنسحب، يعني أسلوب الانسحاب أو التراجع عن مواقف تتقدم. هناك تقدم في فترات يعني نحو الاتجاه الإسلامي وتحاول أن تتقدم فيه وتفريضه في المجتمع التونسي، لا نصل حتى لانسدادات الطرق، هي دائما بالونات الاختبار موجودة. نعم هذا ليس شيء غريب، الأحزاب والحركات الاجتماعية والسياسية تتغير. لا أنا أعجبتني كلماتك عفوا أستاذ لما قلت أنت لا تشكك في مصداقية راشد الغنوشي، أنا معك في هذا، ليست مسألة راشد الغنوشي أو مصداقيته، لكن هي لعبة سياسية هم يحاولون إتقانها. وهذا جيد جدا، لأنه نحن الحقيقة نتكلم عن الفضاء السياسي، نتحدث عن حركة اجتماعية سياسية، نتحدث عن رحلة قام بها راشد الغنوشي والقيادات عمرها يعني 50 سنة تقريبا. وصلت الحركة الآن إلى مرحلة معينة، قالها بوضوح أكثر من مرة أن الشمولية شمولية الإسلام لا تعني شمولية النظام. نقطة مهمة نظرية بغاية الأهمية، أن صحيح الإسلام شمولي يتعلق بكل جوانب الحياة، ولكن النظام الاجتماعي النظام السياسي عليه أن يأخذ بعين الاعتبار يعني التكامل، التجانس، التعددية، حقوق الإنسان. لكن هذا لم يكن موقفه من قبل. طبعاً يعني قبل كانت بالنسبة للنهضة نحن حركة، الشعب انتخب، نحن كنا حكومة. صارت تونس كمجتمع فرض على الشعب التونسي نظام إسلامي. الشعب التونسي يعني عموما للأسف يعني للأسف الشعب التونسي ليس لم تكن له أي قابلية. لما انتهت الثورة التونسية ولأنه لم يكن هناك بديل ولأنه لم يكن في هناك في تونس أي حزب منظم أو مستعد، لأن النهضة هي الحركة الوحيدة التي بقيت تعمل لسنوات. أنا استغربت من كلام الغنوشي هذه الجملة، نخرج من الإسلام السياسي إلى الديمقراطية المسلمة. يعني هو حاول وصفها، هو حقيقة يعني نقول الحق حاول أن يوصفها بأنه نحن مسلمون يعني ديمقراطيون، لكن الحقيقة هي الديمقراطية وأنت وصفتها هي سياسة، هي حقوق الإنسان، هي المشاركة السياسية، هي فيها أشياء كثيرة جدا. ممكن أشرح ماذا يعني التعددية؟ ممكن يعني
هذا النموذج يقول أنه نحن الإسلام الديمقراطي يعتمد على النموذج الغربي المسيحية الديمقراطية. نعم. الأحزاب المسيحية الديمقراطية. نعم. التي وجدت في بلدان أوروبا. نعم. في بداية القرن العشرين، وبالفعل هذه الأحزاب تطورت إلى ما عليه الآن. هذه الأحزاب المسيحية الديمقراطية أصبحت أحزابا ديمقراطية، الديمقراطية أهم من التدين، النقطة الأولى. المشكلة الرئيسية، المعضلة الرئيسية في هذا التوصيف، يعني محاولة الحقيقة البحث عن نموذج غربي. نعم. أن في الغرب كانت هناك مؤسسات، هذه الأحزاب كانت تعمل في مؤسسات، هناك طبقات اجتماعية، هناك يعني أحزاب، هناك أيضا الفجوة بين الكوادر والقيادة لم تكن بعمق الفجوة الموجودة في تونس والبلدان العربية. يعني السؤال الرئيسي الآن، أنا تحدثت عن المعضلة الرئيسية. نعم. السؤال أنه الغنوشي في حياته الآن يستطيع يا أستاذ سامر التعامل، التحكم بالتناقضات داخل حزبه، ماذا بعد الغنوشي؟ يعني هل هو الصراع بين الصقور وال يعني الحمائم، مش الحمائم، المتنور، وهذا يدل حقيقة على صعوبة التجربة. علينا أن نكون الحقيقة حذرين جدا، لأن صراع اجتماعي طويل المدى وليس فقط احتفالية خطابية. لو سمحت لي دكتور فواز، يعني عندنا أيضا تجربة سابقة، جماعة الأخوان المسلمين بالأردن بال89 عندما أتيح لبعض منهم المشاركة فشلوا، لأن هناك فرق كبير ما بين الدعوي والسياسي. يعني وأصبحت هناك مشاكل فيما بينهم كصقور وحمائم وغير ذلك. ولكن لو ذهبنا بعيدا عن المجتمع العربي إلى تجربة حزب العدالة والتنمية بتركيا، أردوغان قام بالانقلاب على المفاهيم التقليدية الأيديولوجية للحزب تبعه، هو المسار تبعه فصل ما بين السياسة وما بين الدين، يمارس السياسة بشكل علماني، ولكن أي كل برامجه الانتخابية لم يكن بها إسلام، فقط سياسي. الأكثر من ذلك أن عبد الله جول عندما قالوا له أنتم الإسلام السياسي رفض ذلك وقال نحن حزب أوروبي محافظ، لا نقبل ذلك. نعم. يمكن لكم أن تسمون ديمقراطيون مسلمون، ولم يقل مسلمون ديمقراطيون. هذه المعضلة في تركيا هي التي ستحدث قريبا في تونس، ولكن لسبب بسيط، أن هناك اتهامات من المعارضة التركية ومن شرائح كثيرة في العالم العربي حتى لتركيا على أنه هذه الصبغة أو هذا الدعم للعلمانية في تركيا والحديث من أردوغان عن العلمانية وأن النظام التركي علماني وأنه حزبه يعمل ضمن المظلة العلمانية الليبرالية في تركيا، إلا أن الحقيقة أنه أيضا في خطابه أردوغان يتحدث عن أسلمة المجتمع إلى درجة ما. لم يفصل، نعم لم يفصل ما بين الدين والمجتمع. نعم. لم يفصل. نعم. حتى هو فصل ما بين الدين والسياسة، ولكن لم يفصل ما بين الدين والمجتمع. نعم، هذه نقطة هامة. نعم. عفوا، لأنه يعني كنا في تونس، أردت أن أعود لتونس. تونس لا يمكن مقارنتها بالتجربة التركية، خاصة الآن يا جماعة يجب الانتباه جيدا أن الحركة الإسلامية في تركيا بدأت ونمت في ظروف غير التي نعيشها بالفعل. الآن بالفعل. تونس محاصرة بالإرهابيين، محاصرة بالدواعش، الشباب التونسي يعني رقم 2 الذين التحقوا بداعش في سوريا، ويمكن هذا يخوف الغنوشي ويفعلها. هذا العامل صادم المجتمع التونسي، وبالتالي يعني دفع الغنوشي. أستاذة نادية، نقطة مهمة أريد الحقيقة أن أشدد على هذه النقطة المهمة. نعم. الشيخ راشد الغنوشي يقول بأن حزب النهضة أو حركة النهضة سوف تكون البديل لداعش والقاعدة، ويحاول فصل الدعوي عن الإسلام. لكن هذا خطاب سلبي، سامحني، هذا خطاب سلبي. أنا بدي أكمل معك، أنا معك. نعم. يعني أنا مش مختلف معك. يعني يقول أن النهضة سوف تكون البديل لداعش والقاعدة، ولكن السؤال المعضلة المهمة، من هي القوى التي سوف تملأ هذا الفضاء الاجتماعي، وخاصة يعني مع اختزال الفضاء الدعوي للمجتمع المدني. المعضلة والمفارقة أن تونس ليست فقط الدولة الثانية، تونس هي الدولة الأولى الآن عربيا التي تصدر الإرهابيين. نعم. الدواعش. نعم. إلى المدن. ممكن تسمح لي دكتور فواز بهذه، بس حكاية أن الدعوة أو الحديث من طرف الغنوشي أو من النهضة ومن غيرهم ما يؤيدونه أن الدعوة غير السياسة، هذا خطأ كبير جدا، لأن أي حزب إسلامي أو أي منظمة إسلامية أو حركة إسلامية لم تؤسس إلا بناء على الدعوة
لسياسة البلاد والعباد. هذا في الطرح هذا هو الإسلام الإسلامي. وهذا الخلاف الآن بين السياسي. هذا هو تعريف الإسلام. عفوا بس عشان ما نضيع النقطة. يعني مش موعظة فقط. إنه مثلا هل نحن الآن في مجتمعاتنا العربية يعني الكلمة الجملة أساسا كلها بناءها خطأ ومرفوضة تماما. هل أصبحنا وصلنا إلى مرحلة نبحث عن بديل لداعش؟ والإرهابيين نحن لا نريد لا داعش لا نبحث عن بديل لا نبحث عن بديل نحن نبحث عن مجتمع عن الحرية عن الديمقراطية عن التنوير بس تزنادي نقطة مهمة جدا تفضل فيها أستاذ عبد العزيز يعني إذا تمعنا جيدا بالكوادر والحاضنة الشعبية لحركة النهضة الحاضنة الشعبية في 20 سنة الماضية توسعت واتسعت من قبل أو من جزء لا يتجزأ من الخطاب الديني لماذا؟ نعم خطاب ديني يعني هناك الحقيقة الكوادر يعني الحركات أو هي الحقيقة متشبعة بخطاب بالنصوص القطعية هذه نقطة مهمة جدا السؤال كيف يمكن للقيادة من فوق إلى تحت كيف يمكن الحقيقة إعادة تأهيل وتكريس قيم الديمقراطية والتعددية وخاصة أن هذه الكوادر متشبعة بهذه يعني الأخواني أبغاك بس تعلق لي لو سمحت لي على الطرح الأخواني المضاد للغنوش خلينا نأخذ وجهة النظر الأخرى داخل الجسم السياسي لما يقولوا عليه أنه أن هذه الدعوة يا غنوشي هي التي يفرح بها من يريد أن يسهل المد العلماني في العالم العربي هي أيضا يعني أن تعفف الدعاة عن ممارسة العمل السياسي هذا بالنص أن تعفف الدعاة عن ممارسة العمل السياسي هو قرة أعين أعداء الإسلام وبالتالي تلاحظ الانشقاق الكبير داخل لما بدأ الغنوشي في عمله السياسي داخل تونس حينما عاد بدأ أيضا بأنه تساهل في الكثير من الأشياء مثلا الحريات الشخصية في تونس وبالتالي وقف ضده السلفيين الآن بحكاية الدعوة والسياسي يقف ضده الإخوان وبالتالي هذه سوف تؤدي إلى نزع صفة الإسلاموية من حركة النهضة وبالتالي إلى أن تصبح فقط وهذا ما يحذر منه الغريب انه عفوا الغريب انه هاي الافكار اللي طرحوها هم اعضاء حركه النهضه اللي جاؤوا من المنفى يعني هاي الناس اللي استغربتها انه كان ممكن يتوقعوا العكس يعني ولكن هاي الافكار جاءت من الخارج من الغنوشي ومن لطفي الزيتوني ومن رفيق عبد السلام وغيرهم هم اللي كانوا اصحاب بعدين هذه ليست ولاده الان هم يقولون انه هذه الفكره مطروحه من سنتين بالفعل. واكثر من سنتين كتاب لكن ليش يخشون منها الاخوان الديمقراطيه وحقوق الانسان في الاسلام الحقيقه 2012 هذا الكتاب الحقيقه عنده كتابات حيث يؤسس لقضيه الحريات العامه حقوق الإنسان بالإسلام قضية الحياة التمييز بين الدين والدولة وليس الفصل هو دائما يقول التمييز وليس الفصل والمهم الحقيقة يعني نائبه الثاني عبد الفتاح مولو قال أن الدولة الوطن أهم من الحركة حزب وطني وسطي ديمقراطي بالفعل يؤسس لخطاب لقيم جديدة برجع الموضوع أنا أريد أن أسمع منك ومنك أنت أستاذ سامر أنه هل بالفعل هذا الخطاب خطاب القيم الجديد خطاب الوسطية والديمقراطية هل يمكن الحقيقة أن يؤهل ويؤسس داخل هذه الحركة للكوادر للجماعات الوسطى داخل الحركة ما هي فرص هذا الخطاب؟ للأسف أنا لا أرى فرصا كبيرة لهذا الخطاب لأن الخطاب أنا لست مقتنعة بأنه خطاب حقيقي وخطاب يعني سيعملون عليه فعليا لأنه ومنذ بداية عودة النهضة وتوليها الحكم كلما تقع في مأزق يتنصلون مش خير لا مش لا مش خطا يا استاذ هناك تنصل ثم عوده هناك تنصل لكن ميدانيا نرى العمل شيء اخر الخطاب شيء والعمل شيء انت عندما تقول عفوا عندما صحيح. تقول انا قسمت انا اخذت يعني الحزب سيعمل كحركه سياسيه الان ونترك العمل المؤسسات للحكومه ما هذا الكلام انت تعلم ان الحكومه ونداء تونس علمانيين كيف تعطيهم المساجد ما هذا التنازل يعني ما هذا لا حيدخل معهم كمان في الانتخابات البلديه في قائمه موحده وهم مثلا مثل يعني المفروض لا المفروض هو ضدك انت هذاك منافسك أنت تعمل ضده في الانتخابات فكيف بشكل مفاجئ
خلاص اعطيك انت الجانب الدعوي وانت علماني لتعمل ميدانيا. خلي الدكتوره ناديه بس تعطينا هذه النقطه هنا نقطه الاستفهام الكبيره. كيف انا كحزب اسلامي وعندي عندي ايديولوجية لا قالها المرجعية اسلامية ولكن الإسلامي. اطار الدستوري احنا دائما نقول حزب مرجعيته ايديولوجيته اسلامية كلنا متفقون على مش محمد محسن يعني محمد محسن السوداني نعم عضو مجلس الشورى النهضة هو الان يرفض هذا طبعا نعم. ويقف بقوة ضده في كثير رافضين يا استاذ نادية وكانت مهددة بالانشقاقات يعني اعتقد الانشقاقات ستحدث بعد اعلان التنظيم الجديد استاذ نادية نعم يعني لنكن يعني عادلين قبل بان لان لا يفرض الشريعة الإسلامية في الدستور قبل بفصل السلطات الحريات العامة وهذه الحقيقة لماذا الأشياء تحسب للبقاء بهذا في الحكم فقط يعني للبقاء يعني في الحكم أنا أعتقد أنه الاستمرارية في الحكم أي معارضة للاستمرارية وما الخطأ يعني تصور إذا كان يؤمن سمحني تصور لو أعضاء المحافظي أو المحافظي العمال الآن يذهبون في حكومة مع المحافظين بدون داعي عموما نذهب إلى فاصل فاصل الآن ونعود للجزء الثاني. شكرا. يعني حتى الآن ما نزال نتكلم في العموميات عن قضية مصداقية الغنوشي، هل يعني ما يتحدث به؟ هل القدرة على الحياة التغيير؟ أنا أعتقد أن السؤال الأهم هو بالفعل التحدي الخطير الذي يواجه كل الحركات الإسلامية، حركات الإسلام السياسي وليس فقط النهضة، القدرة ليس فقط على الإصلاح ولكن على التغيير الجذري. السؤال الكبير الذي يطرح نفسه، ما هو المشروع السياسي؟ شكراً. لحركات الإسلام السياسي وليس فقط يعني قضية يعني التمييز بين الدين والدولة، هذا يعني الحركات الإسلام السياسي وأنا أقولها بتواضع تدور في حلقات مفرغة ليس هناك من محتوى مشروع كبير يمكن الحقيقة أن يخرج المنطقة العربية من هذا الصراع الاجتماعي. يعني أيضا هي تجربة جديدة لم تتضح معالمها بعد ومن المبكر جدا الحكم عليها لأنه إلى الآن دكتور إلى الآن هناك بعض التناقض بهذا الطرح. يعني هو من بالشكل النظري هو شيء جيد أنك أنت تفصل أنت دعوي اتجه للدعوة فقط لأنك مالك خص بالسياسة والسياسي يتجه، ولكن الآن هم تخلوا عن حركة النهضة كما قلنا بدأ أن ينبثق منها حزب سياسي وتبقى أستاذ سامر نقطة أنا لا أتحدث أنا معك، أنا السؤال الذي أضعه على الطاولة الآن هذه كلها أشياء جميلة خطوات إيجابية، السؤال لي أنا كأكاديمي ما هو المشروع السياسي المشروع الكبير The big project للحركات لي حتى للنهضة هل تملك مشروعا سياسيا واقتصاديا للتغيير؟ أنا يمكن أحب يعني ألفت النظر للضغوط التي تأتي على حركة النهضة والغنوشي، أيضا آخرتها الاتهامات التي ساقها المنصف المرزوقي له حليفهم السابق ولكن لم يدعموا بالانتخابات كان في غرام عميق جدا والذي تمتع برئاسة جمهورية تونس بسببهم الآن وتخلوا عنه بالانتخابات الأخيرة واتهمهم باتهامات كثيرة جدا لكن خرجنا الموضوع لا ما خرجنا هذا في سياق الضغوط هذه التوجهات التي يقوم بها الغنوشي والنهضة ليست لا تعد توجهات ناتجة من بس السؤال من عقيدة من سوء سياسي فقط لنعترف بنقطة أنه يعني الأطراف الإقليمية والدولية لا تسمح بالمجموعات أو الإسلام السياسي أو الحركات الإسلامية بالوصول اسمح لي فقط في الجزائر بال91 أفهم يعني لو رجعنا قليلا إلى الوراء يعني فازت الجبهة الإسلامية ب 188 صوت اسمح لي فقط بس أكمل الشاذلي قدموا يعني برنامج وقدموا تغييرات وقدم هذا الشعب رفضه راح انتخب الإسلاميين وبعدين انقلبوا عليهم. أيضا مثلا لو أخذنا بفلسطين أيضا فازت حركة حماس ولم تستكمل فقط الفرصة الوحيدة ولم تستمر والفرصة الوحيدة كانت في مصر. هذه كانت التجربة الغنوشي أنا باعتقاد أنه قرأ كل هذه الأحداث
بشكل عقلاني، وأراد حتى يعني تقدم تنازلات يعني كثيرة غير مطلوب منها الآن، يعني حتى فقط يبرئ نفسه ويطمن الآخرين ويخرج من هذه العباءة بشكل زاد عن اللازم. يعني عفوا أستاذ، أعود لسؤالك عن أنه هل تملك مشروعا سياسيا، هل هناك مشروعا تنمويا، مشروعا أنت حضرتك قلت مشروع سياسي، أنا حبيت أجيك بالكلمة اللي قلتها الآن، قلت مشروع سياسي، أنا أقول لك هل الشعب التونسي الآن في حاجة إلى مشروع سياسي؟ لا، الشعب التونسي في حاجة إلى مشروع تنموي اقتصادي. نعم، وهذا ما طرحوه. نعم، تونس تنزل على ركبها الآن. صحيح، وقالوا نعم. نقطتين يعني فقط، لا رد على أستاذ سامر النقطتين. نعم، لا بس تكمل، لا تفضلت في كلام. أنا بترككم تتكلمون وبعدين أعلق. صحيح، وحتى أنه أحد الأعضاء قال سنقدم برنامج اقتصادي، يعني تأييد لكلامك أنه يريدوا ونكون نحن الحزب، ويكون الحزب حزب للدولة وليس محسوب على الإسلاميين، بل حزب يعني تونسي مدني يستطيع أن يعالج مشاكل تونس، ومن بينها المشاكل الاقتصادية. كل الأحزاب في العالم، كل الحركات الاجتماعية والسياسية في العالم تتغير، تتدحرج، تتأقلم من خلال الضغوطات. هذا شيء طبيعي. الضغوطات إيجابية، الضغوطات الشعبية في تونس وفي الإقليم مهمة جدا، وخاصة بعد فشل التجربة الحكم لجماعة إخوان المسلمين وللنهضة في تونس. نقطة الأولى. النقطة الثانية، عندما أنا أتحدث عن مشروع سياسي، هو مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي وتنموي وامتياز، هذا ما عنيته. ومن هنا الحقيقة نحن السؤال الأهم من ذلك، لأحد الأسباب أنا عم ذكرها، حتى لو يعني لنقول حركة، ما هو البديل الآن؟ أين هو البديل؟ أنا تركتكم. بس السؤال يا أستاذ نادية، أين هو البديل؟ الديمقراطية هي اللي انتخبت هذا الحزب وجاءت به إلى السلطة. كل اللي تحدثت عنه وتحدثت عنه خاصة الأستاذة نادية هو يلخص النفاق السياسي، يلخص كيف انك تتلاعب وما تقول والله مجبورين. صح، مجبورين طبعا، ويتلونون مع هذه هي السياسه فن الممكن، لكن باستخدام الديمقراطيه المسلمه باستخدام الديمقراطيه المسلمه التي وصفها الغنوشي، هذا هو العيب، وهذا هو التاكيد التام على انه لم يتغير شيء. نعم، تغير فقط الاداء. بينما الاهداف واضحه وهي الوصول للحكم مره اخرى. الامر الاخر دكتور فوز اسمح لي على موضوع التنميه، مشروع التنموي ايضا اللي تكلمت عن الاخت ناديه. مشروع التنموي في تونس كان متجه إلى النهوض والنجاح، ضربت تونس في سياحتها. من ضربها؟ العلمانيين أم الليبراليين أم غيرهم؟ نعم، أو الوطنيين؟ لا، الذي ضربها هم الإسلاميين، ومن الذي ساعدهم وأوجد لهم بيئة خصبة. نعم، لكي تصبح. نعم، داعش في تونس هي. نعم، خلال فترة حكم. نعم، النهضة. نعم، فنحن نتحدث عن أس البلاء هو. نعم، العمل بالشعارات الإسلامية وتدمير التجربة التنموية. التنمية لا تحتاج إلى شعارات ديماغوجية. ممكن أنا أرد. لا أحد يقول راشد الغنوشي يحاول استخدام مفاهيم ومصطلحات للتعاطي مع القاعدة الشعبية. النقطة الأولى، يحاول استخدام مفاهيم معينة الحقيقة لتكريس بعض المفاهيم. النقطة الثانية، لا أحد يستطيع أن ينكر أن هذا الرجل قد قام يقوم بتجربة مهمة للغاية قبوله بالإطار الدستوري. إذا كنا نتكلم عن التغيرات، هذا البرنامج اسمه نيران صديقة، هو مجبر. نعم، طبعا هو مجبر، أخاك لا بطل. أنا موافق معك. أنا لا أريد إصباغ صفة البطولة عليه. لا، مش بطولة. أريد إصباغ صفة البطولة، ولكن الرجل براغماتي، يعني على يقرأ الواقع. ممكن كامل. أنا نتحدث عن مقترحات نيران صديقة، الإطار الدستوري، فصل السلطات، سلطة القانون، دولة المواطنة، الحريات الخاصة. نعم، هذا هو خروج، هذه اللي الآليات التي تسمح بالخروج من قضية الإسلام السياسي وقضية العسكرة في المجتمعات العربية. أوضح لك حاجة ثانية. أوكي، كل هذه الأشياء تقولي تحققت لأنه جاءت النهضة وسهلت لها. هل اذهب إلى تونس وانظر الآن في الواقع التونسي، بالفعل. لا شيء مما كتب سواء دستوريا، طبعاً، قضائيا، طبعاً، في المجال الأمني، في المجال، في كل المجال الاجتماعي. يعني للأسف البلد من سيء إلى أسوأ. ليس الفائدة، يعني ليس أنه نكتب أشياء. لا، يعني حققنا الديمقراطية ونحن بخير. يا أستاذ نادي، طيب يعني هل الآن حملنا السبب للديمقراطية؟ لا، ليس الديمقراطية. صار في انتخابات، هم على كيف أجوا؟ يعني أجوا بالتعيين، هم الشعب اختارهم ودخلوا البرلمان بطريقة ديمقراطية. كلمة فقط، الديمقراطية التي وراءها إيديولوجية
مهما كانت أنا لست معها. بالفعل يا أستاذي نادية بشكل واضح. ممكن أنا أرد بكل تواضع لأنه أنت تعرفي تونس أكثر منا بكثير بكل تواضع وحقيقة. لا لا عفوا يعني أولا الحقيقة كما تفضلنا وحكينا كلنا قضية الانتقال التحول الاجتماعي والديمقراطي قضية تاريخية. نعم. هذا تاريخية صراع ومخاض صحيح. اجتماعي وسياسي صحيح. لا يمكن لا بسنة ولا بعشر سنوات. التجربة الأوروبية عمرها 300 سنة تجربة النقطة الأولى. النقطة الثانية نحن نتحدث عن خطوات متواضعة ولكنها جريئة. هل سننتظر 300 سنة؟ لا لا لا, لا أنا لا أقول ذلك. لا لا, لا أيضا, أيضا, أيضا من حق أي واحد أن يعارض طبعا. أي طرح سياسي طبعا. نعم. النقطة لأن هذا يحسن من العملية السياسية. يا أستاذنا وأنا الحقيقة مهتم جدا بالتجربة تبعكم. أنا كلبناني وعربي. نعم. النموذج التونسي هو النموذج الوحيد الآن في العالم العربي الذي يمكن أن يشكل إطاراً للخروج من عنق الزجاجة. قضية الإطار الدستوري، فصل السلطات، المواطنة، هذه قضايا مهمة. حبر على ورق. لا يا عزيزتي. حبر على ورق. لا لا. لا, لا يعني لا نرى. من المبكر. لا لا. من المبكر أنا خليني أرجع أشير إلى شيء. عفواً. ممكن الدستور كتب. وهذا شيء تاريخي هذا نعترف به طبعاً. انه شيء ايجابي جدا خلي الدستور على جنب خلي فقط الدستور على جنب بس كان دور الغنوشي مهم جدا في هذا الاطار حتى الرئيس التونسي الرئيس التونسي لما حضر المؤتمر قال ان الاسلام السياسي لا يشكل خطرا على الديمقراطيه في تونس نعم. قال هو رئيس لماذا يتخلى عن الغنوشي يعني طبعا نعم. لان الغنوشي لان الغنوشي قام بحياة تنازلات مهمه يرد الهديه للغنوشي يرد دكتور فواز خلي جزء من اللعبه اذا واحد نعم. المعارض حزب معارض يجي ينضم لك ويقدم لك كل الورود وينضم إليك في القوائم البلدية انتخابات البلدية المقبلة نعم. ويستسلم لك هذا الاستسلام لا على أنه حزب معارضة قوي يقف أمامك ويطرح برنامج لأنه لا عنده برنامج يستطيع أن ينجح ممكن فيه ممكن لذلك استسلم ممكن ما فعله الغنوشي وفعلته النهضة هو استسلام بحت هذا واضح تماما كل هذه القوالب الإسلامية التي عودنا عليها الغنوشي والنهضة والإخوان المسلمين بكل أطيافها انهارت يعني هو على زميلي وصديقي وبعطيك أول نعم. شيء الحقيقة الغنوشي هو دفن المشروع الإسلامي السياسي بيديه المباركة العزيز الغنوشي الحقيقة يشكل اختلافا جذريا مع حركة الإخوان المسلمين الآن هو الحقيقة قالها بوضوح لأسباب شخصية لا لأسباب فكرية أبداً لأسباب شخصية واجتماعات اسطنبول شاهد على ذلك يا أستاذ عبد العزيز مر بمراحل عديدة وقال أن حسن البنا وسيد قطب كانوا يشكلون مرحلة شمولية الآن نعيش أوضاعا اجتماعية نعم مختلفة يحاول الخروج من وأيضا قضية هذه ليست استسلام يحاول حقيقة يعني الخروج من محنة الحكم محنة نعم. الحكم هو معارضة لا ليست عليه مسؤولية لا الحكم لا هو معارضة يعني هو يقف بالمرصاد لأي خروقات لا لا هو ليس لديه قوة ليس لديه المفروض لكن المضحك في الشأن يعني التونسي يعني لو أنهم متفقان وصاروا يتقاسموا الوظائف أنا المشكلة يعني لو ركب رأسه لو ركب رأسه يريد تقسيم لا لا لو ركب رأسه هو كان فات بالحيط يعني مثل ما بنقول لا 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 أبدا أبدا هو يقرأ الواقع يعرف انه ليس لديه القوه حتى يواجه ليس لديه القوه حتى يواجه من الجميع محليا ودوليا ولذلك من يخشى الغنوشي والذي اجبره على خليني حبيت ارجع لنقطه حبيت ارجع لنقطه قالها دكتور فواز واللي انطلق منها واللي المفروض يعني تكون هي معناها احنا مجتمعين هنا عشانها حضر انا ما عنديش مشكله مع الغنوشي يعني ليست مشكلتنا الشخصيه مع الغنوشي او مع النهضه كحزب او مع الايديولوجيه نفسها وانا لا ادافع عن الغنوشي ولا عن النهضه احاول اتفهم حبيت نقول لك حاجه انه همنا المفروض كعرب وفي هذه المرحله التي نمر بها حضرتك تحدثت عن الاستراتيجية عن البناء السياسي ما هو البديل هذا المفروض التركيز عليه للأسف منذ سقوط بن علي إلى اليوم ليست هناك خطوات واضحة وعمل شفاف يبدي للشعب التونسي يا ناس نحن نعمل على بناء استراتيجية لبناء مفهوم دولة ديمقراطية طبعاً. كلام عن الديمقراطية لا. لكن استراتيجية واضحة يعني غير موجودة نادية. أنا معك بس لا وليس عندي طبعاً. أي شيء شخصي ضد أي شخص أنا لا أدافع عن أو جهة أو أيديولوجية يعني أستاذ نادي أنا لا أدافع عن الغنوشي نحن نحاول حقيقة محاولة فهم
نعم. لا يمكن تحميل حركة النهضة غياب الاستراتيجية السياسية والاقتصادية. كيف لا وهي كانت في الحكم؟ كيف لا؟ طبعا فشلت. كيف لا؟ يعني هي كانت شريك بالحكم. فيني كمل أنا؟ لا لا في البداية. في البداية كان عندها الحكم بشكل تام. الآن بالفعل. لم يقوموا حتى ببداية بناء مشروع. أستاذي نادية أنا موافق معك. في الحقيقة غياب لرؤية ومشروع سياسي تنموي. نعم. الكل النخبة في تونس تتحمل مسؤوليتها وهذا بالواقع. السؤال الآن النخبة لا تتحمل مسؤولية، لم يتح لها المجال. يا سيدي نادية يعني الآن حركة النهضة لا لو بقت مثل ما هي كانت الناس قبلانتها ولا غيرت الناس قبلانتها. يعني ماذا ستفعل؟ ممكن أنا أسأل سؤال؟ ممكن أنا أسأل سؤال؟ تفضل. يعني طالما نحن نحاول أن نفهم ماذا ستفعل؟ تفضل قبل. هل يمكن يا زملاء نحن نحاول أن نفهم هل يمكن البناء على هذه الخطوات المتواضعة على قضية الحقيقة اللي بيسموها الوثاق، قضية الوثاق، قضية الحقيقة، يعني كسر الجليد؟ أقول لك لا يمكن البناء عليها. لماذا؟ لماذا؟ أقول لك لماذا. لأن الشعب التونسي أكثرهم، أقول عامة الشباب، لما انتخبوا الغنوشي وانتخبوا النهضة كانوا يقولوا شعب عاش القهر والديكتاتورية، فرأوا فيهم أملا وقال لك هذوما جايين بالمنظومة الإسلامي، استعملوا يعني أنه الإسلام وكذا كأنهم يثقون في الله، هذوما يمثلون الله على الأرض فلن يخدعونا، وبالتالي احنا مشينا معهم. الآن لما تنصلوا من هذا الجانب سيخسرون كثيرا، بالعكس هذه الخطوة بالمقابل قد تخدمهم دوليا وسياسيا في تلميع صورتهم، لكن ستفقدهم أتباعا كثيرين. ولكن سيكسبون أتباع آخرين. صح، كلامك صحيح، ممكن في ناس المتعصبين ممكن يخسرون، ولكن ملخص اللي عندي، ولكن ممكن يكسبوا الأطراف أخرى. حبيبي هذا اللي صار الآن، اللي يحدث الآن من النهضة ومن الغنوشي هو نتيجة للإخفاقات المتكررة بالسبب. وأيضا تونس لا زالت تدفع ثمن تلك العوام التي حكموها، ارتفع فيها نسبة الإرهاب، ترعرعت فيها كل خلايا داعش وكل جماعة، تغير ملامح البلد، جنوب تغيرت، تونس أصبح مرتع لداعش ولغيرها من الحركات المتطرفة، وكان هذا بسبب حكم النهضة. وبالتالي إذا كانت الغنوشي يقدم ما يقدمه من تنازلات فهي يعني نوعا من التعويض لما تسببت فيه حركة الفاعل، وبالتالي اندفاعه لأن يكون ديمقراطي إسلامي هو غير صحيح تماما. هو مشاركته في الحكم أو محاولة الدخول بالحكم مع نداء تونس، هذا أيضا دليل على أنه يريد أن يبقى في الحكم أو يبقى قريب من الحكم، ولا يريد أن يلعب دور المعارض الشرس الوطني الذي يستطيع أن ينتقد الحكومة. ممكن أنا ويفعل ويحسن. ممكن أنا الحقيقة يعني أغير، نحن الحقيقة ضعنا شوي صلب الموضوع، نقول هل هي قطيعة مع الإسلام السياسي أو مناورة؟ أو السؤال ليس هنا، أنا أعتقد مناورة. لا، بغض النظر نحن لا نعرف، لأنه هذا المستقبل سوف، هذا صحيح، النقطة الأولى. يحكم على ذلك تاريخيا الحركات، بالعودة إلى الإطار التاريخي، الحركات الاجتماعية والسياسية تتغير، تتأقلم، تتدحرج، تنضج. النقطة الثانية، أنا أعود إلى النقطة الرئيسية، هذه بداية السؤال، التحدي الكبير للشعب التونسي هو الحقيقة البناء على هذه الخطوات، التوافق، التصالح بين الماضي والحاضر، الحداثة والإسلام. حتى أقول لك شيء دكتور فواز، ربما قد يكون معلومة جديدة بالنسبة لكم أو شيء، يعني أزور تونس بشكل منتظم وأتحدث مع الناس بشكل منتظم، الناس فقدوا الثقة في كل الأطراف السياسية في تونس، لم تعد تهمهم السياسة أبدا. أي قائد حزب يتحدث الناس لا تريد أن تسمعه، ماذا ستقدم لي ميدانيا؟ الشعب التونسي اليوم سيتبع من سيخدمه. وهذا جيد. لماذا نرجع لكم للموضوع، أنتم تقولوا كيف هل سيزيد من أتباع النهضة أو سينقذ من أتباعها؟ هذا الأمر في تونس ليس مطروحا، ليس أنه أعلنت عن تغيير أيديولوجية، أنه خصصنا التخصصات رميناها على الحكومة،
حتى الشعب لا تهم الحكومة. ولا في هذه المرحلة، وصدقني كنت هناك من شهر وتحدثت مع عدة أطراف، لا تهمها الحكومة ولا يهمها حزب النهضة ولا يهمها أي حزب. الشعب لم تعد تهمه السياسة، يهمه أسعار المواد الغذائية، أسعار الوقود اللي مش قادرين عليها، أبنائهم الذين يهجرون منازلهم ويهربون نحو ليبيا. لا يمكن التعامل مع هذه القضايا اليومية. يعني هذا سؤال، أنا السؤال البديهي، لا يمكن التعامل بنيويا مع هذه القضايا الاجتماعية والاقتصادية إلا من خلال مشروع سياسي تنموي. هذا المشروع غير موجود. اليوم لو خلينا أطرح انتخابات في تونس، عفوا استاذ رادي، بس خلينا نطرح هذه النقطة مهمة جدا. لاحظوا قبل شوي انت قلتي انه لا، ما في اي اقتران بين التجربة التركية والتجربة التونسية واختلاف الظروف. انا لا ارى انها مثل بعض. هناك زعماء احزاب يلعبون في الإسلام وبالإسلام كطريقة للوصول للحكم أو للبقاء في الحكم. ما يفعله الغنوشي هو تطبيق الأسلوب الأردوغاني، أن يتحدث بالعلمانية وأن يتحدث بأنه نموذج جديد من الإسلام سياسي، وأن يمارس ما يمارسه أي حزب سياسي تقليدي. خليه ينجح مثل ما نجح أردوغان. حزب تقليدي. ما يعاني أردوغان من إرهاب ومن تطرف ومن تفجير، وآخرتها اليوم. يعاني أيضا، تعاني تونس. لكن انتبهوا، وبالتالي التماثل في التجربة لا يستطيع النجاح. أنا أقول النموذج التونسي يمكن أن يشكل إطارا دستوريا لكل العالم العربي. علينا أن لا نقلل من أهمية هذا التصالح بين الماضي والحاضر، الحداثة والإثلام مع رموز السياسة ككل، وإعادة الحقيقة بناء التصالح البراغماتي والمصلحة. وللأسف تنتهي هذه الحلقة أو الجزء الثاني. دكتور فواز، لاحظنا في خلال الحلقة أن هناك تباين في الرأي حول مدى مصداقية التحول لدى حركة النهضة ولدى قائدها الغنوشي، ومدى نجاح هذا التحول لو حدث، وأيضا أبعاد هذا التحول. حاولتم أنتم أن تدافعوا عن هذا التحول أنه يعطي نور أو يعطي ضوء جميل في النهاية لمسار الاختلاف السياسي في المنطقة ولكل هالصراعات السياسية، ويوجد بنية حقيقية للديمقراطية. لكن الأمر الآخر الذي نحن أنا والأستاذ نادية حاولنا أن نوضحه تماما، أن هناك براغماتية وانتهازية لدى الحركات الإسلامية ومنها حركة النهضة، وأن هذه ليست أول مرة يتم فيها الحديث عن التحولات، وقد نكون ضربنا أمثلة وقد ساعدتمونا أنتم أيضا بضرب أمثلة في مصر، في الأردن، في فلسطين، في غيرها من الدول التي لم تستطع الحركات الإسلامية أن تستجيب لمتطلبات الديمقراطية وقبول التعددية وغيرها من الاشتراطات. أيضا تحدثت أنا عن الاختلاف أو الصراع داخل الحركات الإسلامية والاتهامات التي توجه الآن من الإخوان ومن غيرهم، حاولت أوضح أن هناك خلاف سياسي بين حركة النهضة والغنوشي قائد أس، وحتى شخصي بينهم وبين اتحاد علماء المسلمين الذي هو المقر للإخوان المسلمين في العالم الإسلامي، والذي ينبئ تماما أن تصرف الغنوشي كان نكاية في حركة الإخوان. طبعا كان هناك اختلاف جوهري في الحلقة، يعني القراءة الأخرى لما يحدث في تونس أن هذا مسار تاريخي، أن ما يقوم به الغنوشي هو ليس وليد اليوم، هو الحقيقة مر بتجربة تاريخية، رحلة تاريخية، وصل إلى نقطة معينة أنه لا يمكن الحقيقة أن يتموضع، أن يخرج من هذه الأزمة البنيوية في تونس إلا من خلال تغيير جوهري في بنية والحقيقة قيم الحركة. ومن هنا محاولة الفصل بين الدعوي والسياسي، ومن هنا الكلام عن الإسلام الديمقراطي، ومن هنا القبول بدولة المواطنة، ومن هنا الحقيقة الابتعاد عن محنة الحكم، لأنه فشل بالفعل حركة النهضة في أوائل. يعني علينا أن لا نركز على شخص الغنوشي شخصيا، مع أنني أعتقد وأيضا الأستاذ سامر يعتقد أن هناك ضغوطات داخل الحركة، أن هناك مقاومة لهذه التغيرات الفكرية داخل الحركة، وأن التاريخ سوف يبين إذا كانت هذه التغيرات الفكرية سوف تنجح. ولكن من الخطأ بالمكان الحقيقة
تقليل من أهمية هذه التغيرات، لأن الغنوشي بالفعل يحاول أن يتعلم من التجربة المصرية، يحاول إنقاذ حركته، وصل إلى قناعة أن الضغوطات الشعبية في تونس والإقليم لا تسمح له بالاستمرارية. إذن هذه تغيرات فكرية مهمة، خطوة أولية جريئة، ولكن طبعا هذه الخطوة تعتمد بشكل أساسي على المخاض الاجتماعي والسياسي في تونس من خلال حقيقة هذا الصراع بين التيارات داخل حركة النهضة وبين حركة النهضة والتيارات الأخرى. أيضا من المهم تماما أن فصل العمل الدعوي داخل حركة النهضة عن السياسي أو داخل تنظيم وأنصار النهضة كان محاولة للتبرؤ من تهمة الإرهاب، لأن الإرهاب ملصق دائما بالدعوة الإسلامية وملصق دائما بنشاطات هذه الدعوة وبالجمعيات الخيرية التي تنشأ من جمع أموال الإرهاب وغيرها، وبالتالي هي محاولة إنقاذ للنهضة وللغنوشي من تهمة الإرهاب التي سادت داخل المجتمع التونسي، وخاصة في ظل الأوضاع الأمنية الحالية في تونس. نحن لا نختلف أن ما يقوم به الغنوشي نتيجة ضغوطات داخلية وإقليمية ودولية، ولكن هذا شيء إيجابي. تاريخيا يا أستاذ عبد العزيز، الحركات الاجتماعية السياسية تتطور تنمو من خلال هذه الضغوطات. السؤال الرئيسي، هل يمكن لهذه التغيرات أن تترجم إلى خطوات فعلية، مشروع سياسي تنموي الحقيقة يخرج تونس من أزمتها؟ لأن النموذج التونسي هو النموذج الوحيد الذي ينبئ بالقدرة على التحول الديمقراطي، ونتمنى ذلك. يعني لا يمكننا أن نتفائل كثيرا، ولا يمكنني أن أراهن على تفاؤلك دكتور فواز. أتمنى أن نكون مخطئا.